حضرموت في أسبوع برعاية الشركة العربية اليمنية للإسمنت المحدودة. طيب الله مساءكم بمسك الياسمين وعطر بيوتكم بنفحات قناة حضرموت التي ترافق أحداث الأسبوع وتختار لكم باقة منها نعلبها لكم لنضعكم أمام أهم الأحداث خلال الأسبوع. نرحب بكم مشاهدين الكرام متابعي برنامج حضرموت في أسبوع، لعل أسبوعنا كان مدخما بالأحداث المفرحة والأحداث الجدلية التي أثارت اهتمام الشارع العام وحركت أنامله ليستمر من خلالها راعيا عبر مساحات السوشيال ميديا الواسعة. حضرموت في أسبوع، مرآتكم التي تعكس واقعكم. إلى العناوين. سينعمون المواطنين بتيار مستمر ليلا ونهارا، وسيقدمون الشكر تلو الشكر ليلا ونهارا لخادم الحرمين الشريفين. مكرمة السعودية تعيد التوازن لحضرموت. أنا خريج كلية ميتمع، أستلم راتب 17900 ريال يمني، طبعاً اللي ما عنده شهادة يستلم أقل من ذلك. تكاليف عمل مرهقة بمقابل زهيد لمتعاقدي مستشفى سيئون. منحوا رخصة التوليد قابلات مجتمع بدوعا يتخرجن في 3 دفعات متتالية. صياغة حلي الفضة مهنة قديمة تشتهر بها وادي حضرموت، دخلت عليها أدوات التطوير الحديثة. حلول جدية لمعالجة أزمة الاختناقات المرورية تقودها إدارة مرور المكلا. السيدات والسادة، أهلا بكم. الانحدار الحاد في الخدمات الضرورية والأساسية للمواطن في حضرموت أثارت سخط السلطة قبل المواطن، حتى وصلوا لباب مسدود لعدم إمكانية الرجوع إلى مربع الاستقرار الخدماتي إلا بمكرمة خارجية. المملكة العربية السعودية كانت هي السباقة لتلبية النداء وتقديم عدد من الحلول التي تمكن السلطات في حضرموت من ضبط تأمين الخدمات للمواطن. وزيارة سفير المملكة العربية السعودية وجولته برفقة سفير الولايات المتحدة الأمريكية كان محط اهتمام عدسة حضرموت في أسبوع، لنضعكم في جولة كاملة عن رسائل هذه الزيارة الإيجابية لحضرموت. نستمع للتقرير الآتي. ندشن وصول بواخر المحروقات مزودة بالديزل والمازوت لما يكفي لكل محطات الكهرباء في حضرموت. سينتهي بإذن الله حاجة اسمها انقطاع كهرباء. سينعمون المواطنين بتيار مستمر ليلا ونهارا، وسيقدمون الشكر تلو الشكر ليلا ونهارا لخادم الحرمين الشريفين على هذه اللفتة الكريمة. إطلاق هذه البشارات بعد معاناة كانت تورق السلطات المحلية بحضرموت نظير تكلفتها المالية الباهظة، فبوصول هذه المنحة السعودية التي خصص لحضرموت منها 30,000 طن من المازوت والديزل شهريا بكلفة تصل إلى 17 مليون دولار أمريكي من إجمالي المنحة السعودية لدعم الكهرباء في المحافظات المحررة التي تبلغ نحو 60 مليون دولار أمريكي،
كل هذا الدعم يجسد معنى الترابط والتلاحم والمواقف الأخوية بين البلدين. حضور اليوم بينكم هو إنفاذا لتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمين لتدشين الدفعة الأولى من المشتقات النفطية لمحطات التوليد الكهربائية لمحافظات مختلفة، ويكون مركز انطلاقها محافظة حضرموت. الحقيقة الكهرباء هي شريان الحياة وهي محرك للاقتصاد، وحرصت قيادة المملكة العربية السعودية على أن يعمل الكهرباء على مدار 24 ساعة طوال الأسبوع لتأمين الحياة الكريمة للأشقاء في اليمن. الاستحسان من ذلك الدعم قوبل لدى أبناء المحافظة بالشكر والثناء للتعبير عن الامتنان عبر هذه اللوائح العملاقة التي زينت الشوارع العامة لمدينة المقلاة. الحمد لله توفرت المنحة والوجود، والآن في الفترة هذه سوف تنعم حضرموت ساحل ووادي باستقرار التيار الكهربائي، ولكن سوف تواجهنا مشكلة في الصيف القادم وهي عدم القدرة، توفير القدرة التوليدية. حتى زيادة الأحمال سوف تكون مرتفعة والطاقة التوليدية لا تكفي لتشغيل البلاد كامل. توجه بالشكر إلى ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان حفظه الله وولي عهده، وكذلك القائمين على البرنامج السعودي. من ناحية الكهرباء كنا نعاني منها كثير، بس بعد وديعة السعودية تحسنت للأفضل، ونكون تكون الأفضل للأفضل إن شاء الله بإذن الله. والآن يعني الأول صراحة يعني كنا نعاني كثير من الطفي ومن معانا يعني كبيرة، بس من بعد الوديعة السعودية الحمد لله الأمور تحسنت، الكهرباء تحسنت. بتلك المنحة التي قدمها الأشقاء في المملكة العربية السعودية تشهد الكهرباء تحسنا ملحوظ للتخفيف من المعاناة التي أثقلت كاهل السكان بحضرموت. مشاهدين الأعزاء، القاعدة تقول أن حجم التكاليف تتساوى تساويا طرديا مع الأجر، فكلما زادت التكاليف زاد الأجر. هذه المعادلة غير معترف بها مع متعاقدي مستشفى سيئون الذين يناقضون رواتب لا تغطي احتياجات أسرهم، فكيف ستكون نفسية المعالج حتى تأتي له حالة مرضية حرجة يتطلب إسعافها وهو لا يجد من يسعفه في شؤون حياته؟ إلى التقرير. مستشفى سيئون العام يقدم خدمات صحية وعلاجية للمرضى من مختلف محافظات الجمهورية في الوقت الراهن، مما شكل عبا على طواقمه الطبية والخدمية في ظل نقص الإمكانات والموارد المادية. ويعاني المتعاقدون في مستشفى سيئون العام من قلة رواتبهم وعدم كفايتها للمتطلبات الحياتية، خصوصا وأن غالبيتهم ينفقون على أسرهم وأولادهم. يبلغ عدد المتعاقدين مستشفى سيئون 209 متعاقد ما بين فنيين وأطباء وخدمات. تم آخر توظيف في المستشفى في 2016 لعدد 4 موظفين على كثرة المترددين والمرضى المترددين على المستشفى بأقسامه المختلفة. نحن في حاجة هذا العدد، 209 التزمت إدارة المستشفى بدفع رواتبهم كحد أدنى على الأجور المقررة في قانون الخدمة المدنية. لا يوجد بند خاص في موازنة المستشفى باعتماد رواتب، لذلك المستشفى تدفع لهم رواتبهم من حساب مساهمة المجتمع. ويبذل المتعاقدون في مستشفى سيئون العام جهودا كبيرة لتطوير العملية الطبية والعلاجية للمرضى القادمين من مختلف محافظات الجمهورية لتلقي العلاج، لا سيما وأن المستشفى يعد من أكبر المستشفيات الحكومية في وادي حضرموت، ويقدم خدمات علاجية للمرضى بأسعار زهيدة. طبعا الراتب لا يكفي مقارنة بالمعيشة اللي احنا نعيشها وغلاء المعيشة وغلاء الأسعار، وطبعا احنا سنتين ونص يعني نشغل بالمستشفى ونبذل جهد ونحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، لكن يعني لا توجد لا وظائف ولا مثلا زيادة في رواتب المتعاقدين، ونحن يعني نطالب السلطة المحلية والمحافظ الحكومة انها تنتبه يعني لأمر المتعاقدين في انهم يشتغلوا ويبذلوا جهد
كبير جدا، وخصوصا ان المتعاقدين في المستشفى يعني اكثر من الموظفين يعني تمام، فهم يبذلوا جهد فترة طويلة وشغل يعني مجهد وهذا، لكن مقارنة لا توجد لا وظائف، وفوق ذلك حتى يعني لو ما فيش يعني لو ما فيش وظائف برضو حتى اجور التعاقد برضو قليلة جدا يعني، لا يعني ما تسمح لك انك تشتغل بالمستشفى فقط، فالواحد ضروري يروح يدور له على عمل. ويناشد الأطباء والعاملين الصحيين والدكاترة ورجال الخدمات المتعاقدين مع مستشفى سيئون العام والذين تجاوزت فترة خدمة بعضهم نحو 15 عاما دون رفع المرتبات المادية السلطات الحكومية بتوظيفهم بعد أن ازدادت عليهم أعباء المعيشة. لي 15 سنة في مستشفى سيئون تعاقد ولا شيء وظيفة لين وأشتغل، ومنتظرة منك يا المحافظ الوظيفة لي ولا زملائي المتعاقدين إن شاء الله. وإن شاء الله نحن نطالب بوظائف وتحسين أوضاع التمريض والمتعاقدين في مستشفى سيئون العام، خصوصا وأن الأوضاع هذه الأيام متردية جدا والرواتب قليلة جدا في رواتب المتعاقدين. نحن نطالب السلطات المحلية والأخ المحافظ فرج البحسني أنه ينظر إلينا ويحسن أوضاع التمريض في مستشفى سيئون العام. نحن في مستشفى سيئون متعاقدين منذ فترة طويلة، طبعا مؤملين أنه من المحافظ من السلطة المحلية أن تهتم بهؤلاء الطبقة الضعيفة من المتعاقدين داخل حرم المستشفى. الآن طبعا في شهر مارس تم رفع رسالة إلى محافظ حضرموت بمعاناة المتعاقدين داخل مستشفى سيئون العام. طبعا نحن رواتبنا يعني أنا خريج كلية ميتما أستلم راتب 17900 ريال يمني، طبعا اللي ما عنده شهادة يستلم أقل من ذلك يمكن 14 وشوية، اللي عنده بكالوريوس يمكن يستلم 19. رواتبنا متعاقدين في هذه الحدود، طبعا مع ارتفاع الأسعار ما تسوى أي حاجة هذا المبلغ، هو حق مواصلات، هو حق تواصل، هو حق لأن عندنا متعاقدين يجون من تريم من جميع المناطق متواجدين داخل المستشفى. طبعا المحافظ في اللقاء في شهر مارس توجيه رسالة وجه مدير الصحة باعتماد المتعاقدين مستشفيون أول ناس في للمنقطعين والمتعاقدين. مستشفى سيئون العام أكبر صرح طبي حكومي في وادي حضرموت يقدم خدماته للمواطنين من محافظات الجمهورية بإمكانيات محدودة وكوادر متميزة، لكنه يأمل أن تلتفت الجهات المعنية إليه للتطوير من عملياته الطبية والعلاجية. مديرية دوعاً تتوج 3 دفعات من قابلات المجتمع وتمنحهن رخصة مزاولة المهنة. عدسة القناة كانت حاضرة في حفل التخرج ورصدت لكم هذا التقرير، نتابع. كانت الفتاة الدوعانية تعاني من الحرمان بالالتحاق للتعليم الجامعي في فترة قريبة، وما إن جاءت منحة مؤسسة صلة للتنمية لدعم التعليم فيما بعد الثانوية في تخصصات الدبلوم المهني التخصصي، إلا وفتيات مديرية دوعان يلتحقن بهذه المنحة لإفادة المنطقة مما اكتسبنه من معارف ومعلومات ومهارات على الصعيد الصحي والتربوي. مديريتين كانت عندنا إشكاليات فيها في جانب قابلات المجتمع هي مديرية دوعن ومديرية غيل بن يمين. خرجت دوعن من عمق الزجاجة وأصبحت عندها 23 قابلة من بنات هذه المديرية، سوف يغيرون مؤشرات كبيرة جدا في هذا القطاع ويقدمون خدمة من خلال كادر نسائي من أبناء المديرية يساهموا بشكل كبير في تقليل وفيات الأمهات وفيات الأطفال. وهذه المشاريع حقيقة هي فعلا المشاريع الحيوية التي تستمر مع الإنسان وتخدم المجتمع، واستدامتها موجودة للمجتمع. كون المشروع يعني يستهدف تأهيل وتدريب الطالبات على مهنة معينة وحرفة معينة. أول حاجة يعني أحمد الله لأني باعتباري أول خريجة
حصلت على شهادة الدبلوم في دوعن. ثاني حاجة بستفيد يعني من شهادتي إني بخدم مجتمعي، بزود معرفاتي أكثر، وبنفس الوقت إنه يعني بصفتنا كلنا الخريجات بنسد الحاجة اللي كانت يعني نقص في المعلمات بالنسبة لدوعن. ونظمت مؤسسة صلة للتنمية فرع دوعن حفلا تكريميا بهيجا لتخريج 70 طالبة ممن أكملن مرحلة الدبلوم المهني والتخصصي في مجالات اللغة العربية والرياضيات ودبلوم قابلات المجتمع، والتي استمرت فترة دراستهن خلال 3 سنوات من الجد والاجتهاد. قمنا بتدريب 23 فتاة في مجال قابلات مجتمع نظام 3 سنوات، وهي الدفعة الأولى نظام 3 سنوات والدفعة السابعة من مخرجات معهد العلوم الصحية لقابلات المجتمع بالمعهد. مديرة دوعن صراحة يعني هي عندها نقص حاد في الشريحة هذا من القابلات. سوف نحاول ان احنا نسد الكادر النقص في الكوادر التعليمية في ريف دوعن، نسأل الله التوفيق للجميع. وتعد هذه الخطوة التعليمية والصحية خطوة امتداد لتحسين الوضع الطبي والتعليمي في المديرية، لما سيسهم من رفض الكادر الموجود بكادر جديد مدرب ومؤهل، حتى تسهل أداء المهمة الطبية والتعليمية في المناطق الريفية بدلا من تنقلهم بين المناطق للعلاج. نحن طبعا في مستشفى الهجرين التعاوني تعاملنا مع هذه الطالبات منذ الدراسة، فكانوا يطبقوا عندنا خلال 3 سنوات من العمل التطبيقي، ونعرف عملهم ونعرف، وبالتالي فنحن مستفيدين من الخريجات في منطقة الهجرين. عندنا 6 فتيات ونحن الآن قد استفدنا من 4 منهم موجودين يعملوا يساعدوا يطبقوا، وبالتالي إن شاء الله في أقرب فرصة سيتم أيضا توظيفهم والعمل في منطقة وفي مدينة ومستشفى الهجرين التعاوني والمركز الصحي أيضا بالهجرين. كل هذه المخرجات سيكون لها فائدة في الرعاية الصحية الأولية وفي خدمات رعاية الأم والوليد وفي أقسام الولادة والأقسام التمريضية الداخلية. هذه 3 دفعات المتخرجة من العلم والمعرفة كفيلة بإحياء المرافق الصحية الخدمية والمدارس في مناطق وأرياف وادي دوعن. صياغة حلي الفضة وتشكيلها إلى أشكال مختلفة لتستخدمها النساء في زينتها مهنة اشتهروا بها أبناء وادي حضرموت منذ القدم، وفي تاريخ كل الشعوب الاستمرار في صناعة مادة معينة وإتقان صنعها ينعكس إيجاباً على دخول الحداثة والتطوير في هذه الصناعة. كذلك الفضة أدخل عليها أبناء الوادي التكنولوجيا وأضافوا لها لمسة فنية في سرعة الإنجاز وحسن المنظر. نتابع هذا التقرير. يعمل الشاب علي حسان في صناعة تشكيلات الفضة بالأسماء والحروف والأشكال التي يطليها بالذهب بالآلات الحديثة لتعطي الشكل جمالا ورونقا جميلا، بعدما كان يعمل بالطرق التقليدية التي تعلمها عن أسرته. وبالنسبة للصياغة الحديثة كان زمان يستخدمون طرق تقليدية، يستخدمون فيها المنشار والمقص وبعض الآلات اليدوية، أما حديثا فجاءت الأجهزة الحديثة، مثل ما ترون أمامكم هذا جهاز الصياغة بالليزر. يعمل هذا الجهاز على تقطيع الفضة بالأشكال المختلفة باستخدام جهاز كمبيوتر، وأيضا إضافة النقشات بالألوان المختلفة بهذا الجهاز. أكثر ما نشتغل به بهذا الجهاز هو الأسماء والحروف، الأسماء السلاسل و الكراب على قولهم حلق الإذن والأساور والخواتم. وواكب صاغي حرفة الفضة في مدينة سيئون التطور المتسارع في عصرنا الحالي بإدخال آلات حديثة متطورة لصناعة الفضة وتشكيلاته الجميلة التي تتزين بها المرأة الحضرمية فيما يعرف بينهن بالموضة، ويتم تصنيع القطع حسب طلب كل فرد في المنطقة لتواكب الزمن الحالي. صناعة في الفضة، في صناعة في الفضة، في فضة إيطالي
وفيه فضة تركي وفيه فضة سوري وفيه فضة مصري وفيه جميع الفضة اللي تيجي من برا هذه كلها معروفة، لكن الأصلي هذا تركي، مدري الأصلي هذا سبيكة. السبيكة هذا صار 990، هذه السبيكة 99 ترجع إلى 500، هذا الفضة العادية، هذا حيول حزمة وأشياء، هذا بتاع هكذا ب4000 ريال وقليل نحن نستعمله للشغلة. وارتبطت صناعة الفضة بحياة الإنسان في اليمن، إذ أنها كانت عملة نقدية في الدول التي حكمت اليمن قديما، وتعد من الصناعات الشعبية المستخدمة كحلي للمرأة في الزمن الغابر وفي البادية حتى اليوم. صناعة الفضة في حضرموت تاريخ عريق لا زال مرتبطا بحياة الإنسان حتى اليوم، وتشغل اهتمام الباحثين الأجانب عن تاريخ صناعة الفضة الحضرمية وكيفية إتقان الصناعة بهذا الجمال. الاختناقات المرورية مشكلة تؤرق المواطنين في مدينة المكلا، واستمرار حملات التوعية التي تتبناها إدارة المرور لم تؤتى ثمارها بعد، مما اضطر السلطات لتنفيذ نزلات ميدانية إلى أرض الواقع إلى أماكن الاختناقات المرورية التي رصدتها عدد من المكاتب التنفيذية ممثلة بالأمن والنقل والأشغال والمرور والمياه والصرف الصحي والاتصالات والنقابات. نتابع. بعد دراسات ونزولات ميدانية من قبل الجهة المعنية للتخفيف من الاختناقات المرورية بمدينة المكلا التي تسببت في عرقلة الحركة المرورية، أصبح الحل اليوم هنا وعلى أرض الواقع لتنظيم وترتيب الخطوط الفرعية والرئيسية وفتح مسارات ومواقف للمركبات وفتح محطات وقوف وخطوط جديدة بمناطق في ضواحي المدينة وحولها. فسبق هذا العمل والإنجاز خطة مقدمة من مكتب وزارة النقل مصفوفة تعالج الاختناقات المرورية، متوافق عليها من قبل الجميع، مقرم المكتب التنفيذي بقيادة اللواء الركن فريق سالمين البحسني، والحمد لله نزلنا الآن دشنا العمل والحمد لله الآن بدينا، وهذه الجهات الرسمية مجتمعة كلها تحت لجنة موحدة تعنى بتنظيم وترتيب ومتابعة المشاريع الموجودة المتعثرة في الميدان. كل هذه الجهود القائمة على قدم وساق ستشمل عدة أحياء بالمكلا بحسب خطة وافقت عليها كل الجهات. حسب التوجيهات الصادرة لنا يعني من مدير عام الأمن والشرطة، ووجه على أساس حل مشكلة الاختناقات المرورية داخل مدينة المكلا، حددنا كل اختصاص ايش الأعمال اللي يقوم بها الأشغال العامة، وايش العمل اللي بيقوم به المرور، وايش العمل اللي بيقوم به النقل ونقابات الباصات. الخطة المعدة لم تقتصر على فك الاختناقات فحسب، بل تشمل رصف الشوارع وإصلاح الطرقات مما طالها من مخلفات الأعاصير. فهنا بالمكلا يأمل المواطنون أن تكلل كل تلك الجهود بالنجاح، خاصة بعدما لمسوه من بدايات عمل تبدو موفقة. مشاهدين الأكارم، نختم في هذه الدقائق معكم حلقة هذا الأسبوع من برنامج حضرموت في أسبوع، التي عبر عدسته التي عكست لكم مرآة حضرموت الأسبوعية بالرصد والنقل الموضوعي والمهني للأحداث. حتى الملتقى، هذه تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم والتقييم والإنتاج والإخراج. إلى اللقاء.